وفق المؤسسات الأممية الكوليرا الآن في أسوأ مراحلها وفي وضع يعني حرج جدا في اليمن. القتلى قاربوا 10,000 قتيل، الجرحى تجاوزوا 50,000 جريح. هذا الحال المتردي في اليمن، المسؤول عنه هي السلطات السعودية بالتحديد. أيضا كذلك يعني لا نبرئ الجهات الأخرى التي يعني رعت الانقلاب في اليمن أو أنها يعني دعمت ذلك الانقلاب، سواء إيران أو الخط الإيراني الموجود في اليمن. ولكن السلطات السعودية التي كان يجب عليها أن ترعى خيار اليمن وأن تدعم الخيار السلمي وأن تدعم الشعب اليمني ليذهب إلى طاولة الحوار لكي يتفاوض أطياف الشعب اليمني ليخرجوا من مخرجات الحوار بنتائج تدفعهم جميعا إلى ديمقراطية حقيقية وإلى اختيار من يمثل الشعب اليمني، بدل أن تدفعهم إلى مزيد من الصراع ثم تتدخل السلطات السعودية لتدمير اليمن ولقصف اليمن. وبعد كل ذلك هي على أرض الواقع لم تحقق أي شيء، وهي الآن تبحث عن مخرج لها للانسحاب من اليمن دون تحقيق أي مكتسبات، إلا أنها دمرت اليمن وزادت الفرقة بين أطياف الشعب اليمني. السلطات السعودية ليست مستبدة بالقرار السياسي فحسب. عندما نتحدث عن سلطات مستبدة، يتبادر إلى الذهن السياسي للاستبداد السياسي، إلى الذهن الإنساني للاستبداد السياسي. الذي يحصل أنها مستبدة بكل شيء، مستبدة بالثروة، مستبدة بالقرار، مستبدة بالإدارة، مستبدة كذلك حتى بالدين، حتى بالتجارة، حتى بكرة القدم. هي مستبدة بكل شيء وتحكم سيطرتها على كل شيء. ثروة البلاد هي أحد الأسرار أو أحد الأشياء الغيبية لدى في الفضاء السعودي. السلطات الحاكمة في السعودية أو الأسرة الحاكمة في السعودية تعيش حياة باذخة جدا، أصبحت حديث وسائل الإعلام عالميا، كل شخص في العالم يعرف كيف تعيش هذه الأسرة، أنها تعيش حياة مترفة للغاية. بينما يعاني الشعب السعودي، لديه شريحة كبيرة تعاني الفقر وتعاني البطالة وتعاني مشاكل. حتى من لا يعاني الفقر والبطالة هو يشتكي من نقص الراتب ويشتكي من نقص الدخل، بينما واردات المملكة العربية السعودية والدخل السعودي هو عظيم جدا وكبير جدا، خيرات الله على هذه البلاد كبيرة جدا لولا الفساد الضارب والمستشري، والذي ترفض السلطة السعودية أي رقابة شعبية أو حرية للتعبير عن الرأي، لأن أي تعبير عن الرأي سوف ينتقد هذه الأسرة وسوف ينتقد هذا الفساد المستشري وسوف يحد من نفوذ هذه الأسرة خاصة على الثروات والمال. بالتأكيد أي هرولة أو أي تطبيع باتجاه العدو الصهيوني هذا يعتبر من أحد الخطوط الحمراء لدى المجتمع السعودي، لكن المجتمع لديه خوف شديد من انتقاد أي تصرف تقوم به السلطة، وسوف توجد السلطة السعودية من يؤيد هذا القول سواء إما رغبة أو رهبة، فهي تدفع وتقرب الأشخاص الذين يسبحون بحمد السلطة أيا كان فعلها، وتعاقب وبشدة أي شخص ينتقد أفعال السلطة مهما كان أسلوبه في ذلك النقد. الخلافات في داخل الأسرة الحاكمة أصبحت واضحة وجلية للجميع، وهناك خلافات وتباينات حادة جدا، ولكن كل هذه الخلافات هي صراعات نفوذ داخل الأسرة الحاكمة. على الأقل لم نرى نحن شخصيا، لم نرى أو لم يرى المجتمع السعودي شخص واحد من أبناء الأسرة الحاكمة ينحاز إلى المجتمع أو يطالب بحقوق الشارع أو ينحاز إلى مطالب المجتمع السعودي أو يقاوم الفقر والبطالة والفساد وتغول الأسرة والثروات التي تحصل على الأسرة والمخصصات. لا يوجد أي شخص يطالب بذلك، ولا يوجد أي شخص ينحاز إلى الشارع السعودي. جميعهم ربما يختلفون فيما بينهم ويتباينون، وبينهم تباينات حادة واختلافات كبيرة جدا، ولكنها الشيء الوحيد الذي يجمعون عليه هو قمع الشارع السعودي وإصمات هذا الشارع، وأنهم طبقة بالجينات الوراثية تستحق أن تحكم هذا المجتمع وتستحق أن تبقى في تغولها واستبدادها وقمعها لهذا المجتمع دون إعطائه أي خيار أو فرصة للحياة الكريمة. حقيقة لا يوجد ظلم حقيقي، هناك بعض الجماعات أو بعض التيارات في الخارج لديها إشكال مع الإسلام وتحب أن تتهم الإسلام بشكل عام وتتهم الإسلام بكل ألوانه وبكل تنوعاته بأنه مسؤول عن الإرهاب.
ولكن السلطة السعودية التي بدأت تأسيس حكمها بأنها قاتلت القبائل العربية الموجودة في الجزيرة العربية بقولها أنهم كفاراً لهم علاقة بالكافر العثماني وقتها الذي سموه كافراً وكفر الدولة العثمانية، ثم قالوا أن من لم يكفر الكافر فهو كافر ومن كان كافراً فإنه حلال الدم والمال. هذه الفكرة الخطيرة جداً والإحصائية جداً والتي لا نزال نراها متغولة وراسخة لدى السلطة السعودية حتى الآن هو إقصاء المخالف ثم استحلال أن يقمع هذا المخالف سواء بالقتل مثل ما حصل في التأسيس للدولة السعودية أو بالسجون مثل ما يحصل الآن. هذا هو جوهر والزاوية الرئيسية في الإرهاب، وإقصاء الآخر عدم قبوله واستحلال التغول والتجاوز على ذلك الآخر المختلف. تحاول السلطات السعودية أن تتحكم في الفضاء الإلكتروني وأن توظف أو ترسل عدد من الخلايا لنشر بعض الإشاعات أو لنشر بعض الأفكار بين الشارع السعودي، ولكن الجيل الجديد ومختلف تماماً عن الجيل القديم الذي كان مطاوعاً ومستمعاً يعني بشكل تام للسلطات السعودية. الجيل الجديد أصبح يستمع لآراء مختلفة ويستطيع أن يقارن. هذا أحد مهددات بقاء الاستبداد في السعودية، وهو أحد المبشرات بارتفاع للوعي في الشارع السعودي. بالتأكيد الحرب اليمنية وحصار قطر كانت قرارات مؤلمة جدا، أضرت بدول الجوار وأساءت لعدد من الأسر التي يعني تعيش بين البلدين. هناك أسر مختلطة بين سواء بين السعودية واليمن أو بين السعودية وقطر، وتضررت كثيرا من هذا القرار. القرار لم يكن إضرارا سواء بالسلطة السياسية في اليمن ولا بالسلطة السياسية في قطر، كان إضرارا عظيما بالشعوب وله أثر كبير جدا. نتمنى أن لا يكون له آثار اجتماعية خطيرة مع المستقبل، لأن هذا العداء والكراهية التي تنشأ بين المجتمعات، تنشأ بين أبناء الدين الواحد والعرق الواحد، كلها في الأخير لا تخدم هذه المنطقة ولا تخدم السلم والأمان. نعم، السلطات السعودية ساهمت بشكل كبير في زرع بذور الفتنة الطائفية في المجتمع السعودي والتفرقة بين أبناء المجتمع السعودي، وما نقوله دائما ونردده دائما أن هؤلاء الشيعة الموجودون في السعودية هم أبناء هذه البلد، هم شركاء في هذه البلد، لهم حقوق وعليهم واجبات مثل ما غيرهم لهم حقوق وعليهم واجبات. عندما السلطات السعودية تقوم بإقصاء هؤلاء الأشخاص أو تقوم باتهامهم بالعمالة لإيران ودفعهم لإيران، وبعضهم لديه موقف قوي من إيران ورافض لسياسة إيران، عندما تقوم بدفع بذلك فهي تخون شريحة من المجتمع وهي تحرض الشريحة الأخرى عليهم. أيضا هي ترسل رسالة للطائفة الشيعية في السعودية بأن تقول لهم بأن المجتمع السعودي يكرهكم وأن المجتمع السعودي ربما يبطش بكم لولا حماية السلطة، فهي تريد أن تخيل للطائفتين أنها هي الحامي لكل طرف من الآخر، وأن كل طرف قد ينقض على الآخر إذا لم تتدخل السلطة وتحمي الجميع، ليتمسك الجميع بتلابيب هذه الأسرة الحاكمة وبتلابيب السلطة ويبقى مواليا مطيعا لهذه السلطة.